دي كانت درجات الحرارة. عشان نعرف تفاصيل أكتر بقى خلينا نرحب بالدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود بنصبح عليك مرة تانية أنا وكريم، صباح الخير. صباح الفل عليكم يا فندم. وحضرتك كريم، اهلا بيكم يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. ويمكن احنا عرضنا درجات الحراره بس حابين برضو نطمن من حضرتك اكتر ونطمن الناس، علشان احنا داخلين على كمان ويك اند، لو حد عايز ان هو يخرج او في عائلات مثلا حابه ان هي تتغدى بره تتعشى بره، فبرضو الناس تطمن. اتفضل يا دكتور. لا هو طبعا احنا حاله عدم الاستقرار ان شاء الله هتنتهي يوم الاربعاء، وهتبقى اثار خفيفه ليها يوم الخميس، لكن ان شاء الله الجمعه والسبت هتبقى الويك اند ممتع جدا، وشبوره بس هتبقى موجوده الصبح بدري على الطرق، ولكن درجات الحراره فترات الظهر او فترات الليل منخفضه طبعا ما بين 19 و20 درجه مئويه، فتكون الاجواء شتويه والريح هتبقى هادئه تماما واجواء مستقره بشكل كبير. ولكن مفيش امطار لكن خلال ال 48 ساعه دول هم اللي فيهم فرص سقوط امطار. القاهرة إن شاء الله مساء اليوم أمطار خفيفة، بكرة أمطار متوسطة، بس الأمطار هتكون متوسطة منذ الساعات الأولى من الصباح، وهتكون في استمرارية شوية لفرص سقوط الأمطار. فإحنا بنقول إن يوم الخميس الأجواء بتبدأ تستقر تدريجيا، وهتهدى الرياح زي ما قلت لحضرتك، ونشاط الرياح على القاهرة موجود النهاردة مش كلام، برضه هيقلل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، خصوصا طبعا المدن الجديدة والطرق الصحراوية والمكشوفة، بالإضافة لانخفاض درجة الحرارة اللي احنا بنستشعره دلوقتي نتيجة نشاط الهواء كمان. أيوة. لأن نشاط الهواء هو اللي بيزود إحساسنا بانخفاض درجة الحرارة. صحيح، الصبح كان في فعلا هواء جامد جدا واحنا نازلين جايين الشغل، دي حقيقة فعلا. طيب طبعا ده بيساعد طبعا على الإحساس بانخفاض درجة الحرارة أكثر. عندي سؤال بس لحضرتك، يعني عايزة أروح بقى لقضية هنا، وطبعا من خبرتك حضرتك جاوبني، فكرة تغيير المناخ. يعني يمكن احنا المناخ اللي بنشهده حاليا في تغيير برضو، غير يعني الخريف السنة اللي فاتت والشتاء السنة اللي فاتت والصيف، هل الكلام ده فعلا ولا لا؟ برضو يعني بقول لحضرتك على المستوى الشخصي يمكن أنا حساها، بس علميا بقى تغيير المناخ وتأثيره كمان على فصل الشتاء والفصول المختلفة، عايزين نعرف من حضرتك. هو طبعا والتغيرات المناخية موجودة طبعا في علم الأرصاد، والتقلبات التغيرات المناخية أثرت على العالم كله. صحيح. في حالة الطقس، ولكن احنا عندنا فصل الخريف، يعتبر فصل الخريف والربيع فصلين فيهم تقلبات جوية بتبقى حادة وسريعة، فممكن يكون أول الخريف السنة دي غير أوله السنة اللي فاتت، آخره السنة دي غير آخره السنة اللي فاتت. صحيح. ولكن هم الثلاث شهور بتوع فصل الخريف وفصل الربيع بتكون فيهم تقلبات جوية حادة وسريعة، بتختلف من سنة لسنة ومن يعني من وقت للتاني ومن محافظة لأخرى. لكن فكرة التغيرات المناخية بالفعل العالم كله بيتأثر بهذه التغيرات المناخية سواء بالإيجاب أو بالسلب يعني. طب هل ده ممكن نقول راجع لفكرة إن احنا شاهدنا برضو الشتاء اللي فاتت سقوط بعض التلج ولو حتى كان لمدة قصيرة، بس مصر ما كانش متعودين على سقوط يعني ثلوج، فخليني أعرف من حضرتك برضو. هو طبعا زي ما حضرتك ما بتقولي موضوع السلوك ده ما كناش بنشوفه كتير قبل كده، بس كان موجود، بس احنا ناخد بالنا ان في توسعات عمرانيه احنا بنعملها دلوقتي، واخر كام سنه كان في توسعات عمرانيه كتير، فكان في مناطق صحراويه بقى فيها مدن جديده دلوقتي. بقينا نعرف الجو عامل ازاي في هذه الاماكن، احنا الاماكن الصحراويه كان ممكن يكون بيتساقط عليها السلوك واحنا مش هنعرفش، ان ما كانش فيها ناس، انما دلوقتي بقى في مدن وصرف جديد ودنيا اتغيرت خالص، وبدا نشوف جو جديد في المدن دي ما كناش عارفينه قبل كده. حضرتك كنت في حوار سابق معانا برضو من خلال التليفون، كنت قلت لنا ان تقريبا بتاريخ 21 ديسمبر تعتبر يعني التاريخ ده يبدا الشتاء رسميا، ولا كان تاريخ مختلف؟ بس حضرتك مشكور انت فكرنا بالتفصيل. لا بالفعل يا فندم، 21 ديسمبر الاسبوع القادم ان شاء الله هيبدا مع بدايه الاسبوع. خلاص هيبدا الشتاء فعلا جغرافيا، ويستمر معنا بقى ثلاث شهور الشتاء، انخفاض درجات حراره، تقلبات جويه وسقوط امطار. تمام. ولكن مش هنشهد ارتفاعات في درجات الحراره ملحوظه زي اللي كنا بنشوفها في فصل الخريف والفصول اللي قبل كده. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك جدا يا دكتور محمود، شكرا لحضرتك. صباح العسل. صباح العسل. انا معاكي على فكره في اللي انت قلتيه، بس انا ما رضيتش اعقب، قلت عشان يعني ما نطولش عشان ما نطولش على دكتور محمود. بقالنا سنين بنسمع عن يقول لك ايه مؤتمر قمه، مؤتمر مناخ، اجتماع دول رؤساء دول عظمى عشان يناقشوا مساله تغير المناخ. كلمه تغير المناخ قعدت فتره مش مستوعبه ايه تغير المناخ، لغايه لما خدت بالي ان فعلا في الكام سنه الاخاره
لا الصيف اللي احنا بنشهده هو الصيف صح زي صيف زمان صح. ولا الشتاء اللي بنشهده هو شتاء زمان، الاثنين بقوا اكثر قسوه بشكل ملحوظ. صح يعني صح جدا، فواضح ان فعلا في حاجه اسمها تغيير مناخ، ما فيش شك. والايام مش الايام، السنين اللي جايه كمان ربما تشهد تغيير تام. يعني تخيل بقى اوروبا ايه اللي هتبقى حر واحنا مثلا مفيش حاجه، يعني كل حاجه ممكن. لا بس هو فعلا ليه تاثير كبير جدا، وكتير كتير كان فيه كمان يعني زي بيبقى قاز او ناس بتنزل مظاهرات كانت في دول كتيره تحديدا في اوروبا علشان فكره هنا تغيير المناخ، وان القاده العالم يهتموا بهذا الملف. يعني فالموضوع واخد حيز كبير جدا سواء على مستوى الحكومات او الشعب. إيه؟ يعني الجو حر، طب العالم هيعملوا ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني انا بستغرب برضه المظاهرات دي. لا يعني ما هو تغيير مناخ ده راجع لاسباب ليها علاقه بالتلوث وعوادم المصانع والحاجات دي كلها. فهم بيتكلموا في الشق ده، بس طبعا موضوع واسع جدا احنا يعني مش عايزين نتكلم فيه باستفاضه، ان ده مش مجال فاهمين فيه قوي. بس يعني الموضوع فعلا زي ما احنا قلنا نقدر نلخصه كده، ان لا ده الصيف اللي احنا بنشهده كنا ولا ده الشتاء اللي احنا بنشهده.